أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بأن الحفاظ على حياة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين يأتي على رأس الأولويات، وأن بعض حالات الوفاة بين ممارسي الرياضة باتت تحتاج للوقوف عليها ودراسة أسبابها والعمل على برامج متخصصة للحد منها، مشددا على أن الأمر يتطلب التعاون مع مختلف مؤسسات المملكة. وفي هذا الإطار وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مختلف الجهات والمؤسسات في المملكة لدراسة أسباب حالات الوفيات المتكررة بين الرياضيين في المواقع المختلفة والعمل على وضع الخطط المناسبة للتصدي لها. ودعا سموه المؤسسات في البحرين ذات الصلة للتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة من أجل دراسة المسببات التي أدت لتزايد هذه المواقف بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وركز سموه على ضرورة معرفة أسباب ازدياد حالات الوفيات في الممشيات العامة بالمملكة والملاعب الرياضية المختلفة، إذ وجه سموه المعنيين لدراسة طبيعة هذه المواقع من حيث التصميم والبيئة المحيطة بها. من جانبه قال الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يحرص على توفير أقصى درجات السلامة وتوفير اشتراطاتها في مختلف المواقع التي يمارس فيها أبناء البحرين والمقيمين الرياضة، والعمل على تحقيق تلك الاشتراطات ليقوموا بممارسة الرياضة واعتبارها أسلوب حياة يومي في أجواء تحظى بكامل اشتراطات السلامة، معربا عن تقديره لتعاون كافة الجهات التي لها علاقة بمثل هذه الأمور من أجل تنفيذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لدراسة حالات الوفاة ورفع التقرير الخاص بذلك. هذا وقد تم تكليف الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة للمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد الدراسة وعرضها على المجلس.